بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حسن مسرحان، رئيس جمعية مستقبل الحي اللي كتواجد في دار الشباب قرية الجامعة مقاطعة 58. كجميع الجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني بالمغرب كله، حاولنا نجسدوا واحد الجدارية في هذا الحائط اللي قرب المسجد، هو عبارة عن آلية ثقيلة اللي غادية كتجري على الفيروس، لأنه المغرب كله متجند بقيادة صاحب الجلالة، متجند على هذا الفيروس اللي غزا العالم كامل. والمغرب راه حتى هو من الدول اللي قضات عليه، ونتمنوا على الله نمشيو في هذا المسار. الشعار ديال هذه الجدارية هي التزام وتفاؤل، نحيا في مغرب التحدي. هاد الشعار ما خديناش غير هكاك، لانه المغرب كامل قاطبه ملتزمنا بالحجر الصحي، وكنلتزموا دابا بهاد المساله الجديده اللي داروا ديال الحجر ديال الوباء. ونتمنوا على الله نكونوا قد المسؤوليه ويرفع عنا هذا الوباء. وفي ظل الجائحه ديال الكوفيد 19 كورونا، كانت حالات كثيره عندنا هنا في المنطقه ديال العماله مقاطعه بنمسيك، لا في مقاطعه بنمسيك ولا في مقاطعه سباته. صراحه كان الكل كيتخوف فين ما كنسمعوا شي حاله راه جات ترفعات المستشفى، الا وكل شيء كيشد قلبه، كل شيء كيولي مخلوع، لانه صراحه هذا الفيروس قضى علينا بواحد الطريقه ديال الخلعه، ديال كتولي غادي وكتلفت في جنابك، واش نيت فعلا انا مصاب بكورونا. صراحه السلطات المحليه دارت واحد المجهود كثير، لانه فين ما كتكون شي حاله كتهز الا وكيتبعها تعقيم شامل، ما لا في مقاطعة بنمسيك ولا في مقاطعة سباته. ومن هذا المرة كنشكر سيادة العامل اللي كيوقف، هو مني كيسمع شي حالة كيكون هو من الناس اللي يحاولوا يواكبوا المستجدات ديال كورونا، يوصي ويعاود يوصي ويجيب الاليات ديال التعقيم باش يعقموا جميع الاماكن وجميع الاحياء، وخصوصا المنازل اللي كتكون فيها الكوفيد. وزياده على الشركات ديال النظافه اللي تاهما داروا واحد المجهود كبير ديال التعقيم، الشوارع والازقه والمنازل وكل شيء، الاماكن الصعيبه كانت كتعقم. وبهذه المناسبه كنشكر جميع الاخوان جميع اعوان السلطه، النظافه، اصحاب النظافه واصدقاء ديالنا اللي تا هما كنشكرهم من هذا المنبر، لانه عملوا واحد العمل جبار. وزياده على المستخدمين ديال المقاطعات، الانعاش، كلهم كل شيء كان خدام، كل شيء كان كيتحرك للقضاء على هذا الوباء. والحمد لله الان ما بقى حتى شي حاله في المستشفى ولا في المسيك ديال الكوفيد. بالمناسبه هذه الجداريه اللي كنخدموا عليها ولا كيخدم عليها الفنان عمر بصير، هي كتجسد في واحد الاليه ثقيله اللي كتحاول تقتل الفيروس، لانه حنا هما الاليه، الشعب المغربي والعاهل ديال البلاد هما هذه الاليه الثقيله كنجريو على هذا الفيروس. صراحه حتى الشعار اللي كتشوفوا قدامكم بالالتزام والتفاؤل، نحيا في مغرب الغد، هو ماشي غير خديناه هكاك، وخديناه بالالتزام ديالنا، بالالتزام كلنا التزمنا، كلنا درنا. وكتشوفوا مثلا مني كدوز هذيك الاليه الثقيله، كدوز كينوض الورد وكينوض الربيع اللور وراء خلف الجدار، خلف هذيك الاليه الثقيله. والقدام كيبان لنا واحد الفيروس غادي كيجري، وكيقتل في هذاك الفيروس. وكتشوف واحد الهيكل العظمي، لانه هذاك الهيكل العظمي هو هذاك الانسان اللي ما خداش الاحتياطات ديالو ومازال ضيع، هو هذا هو كتجسد هذاك الكورونا، راه البلاصه اللي دازت منها كتقتلها. كيبان لنا حتى اشجار كلها بالاسود، لان كلها حرقتها هذيك الفيروس اللي كاين. وخلف الاليه ربيع، وهذا هو التفاؤل ديالنا بمغرب الغد، المغرب اللي غادي يكون كله بواحد الازدهار والنماء في ظل القياده ديال صاحب الجلاله.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.